Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. For today's video, we'll be reading part 2 of Surah Qalam from ayah number 21 to ayah number 35, inshallah ta'ala. So we may begin. A'udhu billahi min shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان رب بنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منهم إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنة نعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين صدق الله العظيم جزاك الله خير بارك الله فيك. I will see in part 3 of Surah Qalam from ayah number 36 to ayah number 45, inshallah ta'ala. Till next time, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Remember when I first met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about.